يعني بالنسبة إلى المساجين فلهم ربهم وما شاء الله إرادتهم قوية. 4000 سجين في البحرين، سجين سياسي، مظلومين، معذبين، بينهم نساء، بينهم أطفال. أكبر عدد من رجال الدين المسجونين في الكرة الأرضية كلها، أكبر عدد من رجال الدين في البحرين. فيهم مجتهدين، فيهم خطباء، فيهم علماء، فيهم مؤلفين، وأيضا مرضى. وهؤلاء المرضى لا يعالجون، لأن قلت أكو بعض الناس يعني منطلق حقد، بغضا منا لأبيك، بغضا منا للأئمة الطاهرين الذين تتبعوهم أنتم، فينطلق من حالة البغض. حتى أن أحدهم نقل لي قال يوم اللي كانوا يعذبونه ما كانوا يطلبون من عندنا شيء، يعني يعذبوه حتى يعترف، لا، بس للتعذيب، بس للضرب، بس للإهانة. ويقول أيضا كانوا حقيقة يهينون مقدساتنا، يتكلمون على الإمام علي، ما أقدر أتلفظ بالكلمات اللي كانوا يقولوها على الإمام علي، على الإمام الحسين سلام الله عليه. واجب الذين خارج هذه السجون أن يعملوا لإطلاق سراحهم. شوف السجين ما يقدر يساعد نفسه، وتدرون بعض ذول السجناء هذا محكوم عليه 150 سنة، 150 سنة. أنا أتعجب ليش ما كتبوا 1000 سنة مسجون، يعني يعيش هذا 150 سنة حتى يكون مسجون. 5 مرات مصدرين قرار بتجريده من الجنسية، 5 مرات. أدري المرة الأولى جردته بعد خلاص، 5 مرات. شوف حقد، وهذا يعلنوه، يعني هذا القاضي ما يحترم نفسه، يعني ما يقول يضحكون علينا، يعني شنو أجرد واحد من جنسيته 5 مرات أحكم عليه 150 سنة سجن؟ هو قصارى ما يحكم في العالم كله سجين، سجن مؤبد 20 سنة يعتبر سجن مؤبد، هذا 150. المهم فاللي بداخل موجود ومحكوم 150 سنة و90 سنة و170 سنة و80 سنة وإلى آخره، ما يقدر يدافع عن نفسه. من يقدر يدافع عنه؟ يقدر يدافع عنه المؤمنين اللي خارج السجون عن طريق التضامن معهم، إعلان التضامن معهم بما يستطيع المؤمنون، وأيضا الدعاء لهم بالخلاص، فإن الأمر بيد الله، وإن شاء الله رب العالمين نجيهم ويخلصهم من هذه الطغمة الظالمة.